تعال نروح لمستر كولر نشوف قال ايه بعد فوز الاهلي النهارده. يهمني اعرف هيقول كل التحيه والتقدير لكل جمهور النادي الاهلي العظيم الحقيقه مستر كولر وكهربا، لان دي رساله مهمه جدا وحابين ان احنا نتكلم فيها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. مبروك طبعا في البدايه لمستر كولر، النجاح بينسب للجميع وده امر مهم جدا في البدايه. النجاح بينسب للجميع وده امر مهم جدا في البدايه. قلت في قال انا بترجم فوري عادي. الاستاف الحقيقه قام بمجهود كبير في وقت كان قليل جدا يا كابتن خالد، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي كان عندها الحافز الكبير ان هي تفوز بالبطوله. الاستاف هات انتلانت كورتس زايت ان فيل ميو جيجيبن ودي سبيلر فان زي موتيفيت ان هايت تو جيفن. الجانب النفسي كان مهم جدا. بسيكولوجيش اور بسيكولوجيش الكبيره بتحتاج اسبيكت فا جانس فيشتيش هايت دان باي ديزن جروسن سبيلن. تقييمه للمباراه النهارده واداء لعيبه النادي الاهلي في حضور الجمهور بوتايلونج دان بوتايلونج في دي لايستونج فون الاهلي هويت بزونس ان دان فيزنهايت فون ديزن تولن فانز. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit haben wir noch nicht das gespielt, was wir eigentlich wollten. Da waren wir zu weit auseinander, nicht kompakt genug. Da hat Samlech ein gutes Spiel gezeigt. Zweite Halbzeit waren wir besser organisiert dann in der Defensive und konnten ja, mehr eigentlich aus dem Spiel rausholen. الشوط الاولاني ما كناش في احسن حاجه، ما لعبناش الكوره اللي احنا عايزينها، خطوطنا كانت بعيده قوي عن بعض، ما كناش متقاربين، سيبنا الكوره للزمالك كتير، فاحنا ادائنا الشوط الاولاني ما كانش كويس. الشوط الثاني نزلنا احسن كتير، كنا كومباكت اكتر، يعني خطوطنا متقاربه اكتر، قدرنا نلعب كورتنا فشكلنا كان احسن كتير. الشوط الثاني قدرنا نخلق فرص وقدرنا نحصل بناء هدفين. الاعلام انا عارف ان مستر كولر ما بيلتفتش لهذا الامر او ما بيتفرجش على الاعلام بشكل كبير او النقد الهادئ بمعنى اصح. تسولين كريتيك ولا تسولين ميديان هربا متواجد ودي رساله مهمه جدا. كره هربا از هايت ده الاحاديث كانت كتيره جدا. اما بيكون مستر كولر متواجد اما بيكون مستر كولر متواجد مع كهربا دي بتكون رساله مهمه جدا. هي ده بتنهي كلام كتير جدا. اللي مستر كولر ممكن يقول بس بيندت بس ان الليتسن تاجن جزاكت وده ما زاجن زي داتسو دس كهربا هايت ده است. Ich freue mich, dass er da ist. Nein, wir hatten eigentlich nie Probleme. Wir haben das klar angesprochen. Wieso, er wusste, wieso, dass er am Anfang noch nicht dabei war. واحنا معانا الحمد لله ثلاث مهاجمين كويسين واحنا مهم ان احنا يبقى كل لعيب عندها ريتم كويس وتاخد ريتم الماتشات واحنا عايزين نكسب كل الماتشات. مهم ان انت يبقى عندك مهاجمين ثلاثه كويسين تستخدم الثلاثه تقدر لو حد مصاب الثاني يلعب الثلاثه جاهزين في كل وقت ده مهم. عندنا ماتشات كتير رحلات كتير مهم ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. كلام كبير يا كهربا ويمكن انت اللي هتحسم هذا الامر ان هو مفيش حاجه اصلا والناس يمكن حطت امور عديده جدا في وجود مستر كولر. ايه اللي ممكن تقوله لان العلاقه علاقه اب بابن ودي كانت مهمه جدا يا كرم؟ بص يمكن مش محتاجين اصلا نوضح للاعلام لان دايما النادي الاهلي قافل على نفسه وفي الاول والاخر اي امر مدير الفني بيؤمر بيه احنا كلاعيبه بننفذه ومفيش اي مشاكل داخل الفرقه خالص ومش لازم الاعلام يكبر اي مشكله خالص عندنا لان مفيش مشاكل اصلا. واحنا كلعيبه ك 23 لعيب كانوا متواجدين النهارده اي 11 لعيب يشاركوا اي لعيب يشارك اي لعيب يخرج مفيش حد بيزعل خالص لان في الاول والاخر المدير الفني هو ليه الفضل علينا كلنا وهو اللي بيعمل كل حاجه فانا بحب اشكره على ثقته فيا النهارده وان شاء الله مزيد من البطولات وعايز اقول له حبيبي ما يفازر. دقايق بسيطة كالعادة هنفرح مستر كولر عودنا على كده. دقايق بسيطة كالعادة هنفرح مستر كولر عودنا على كده والنادي الأهلي عودنا على كده. التحديات اللي جاية محتاجة مجهود كبير جدا من اللعيبة ومن الجهاز الفني ومن الجمهور. الفترة اللي جاية مستر كولر شايفها إزاي وإيه المطلوب من لعيبة النادي الأهلي من وجهة نظر؟ Ja gut, das, jetzt ist dann am 12. das nächste Meisterschaftsspiel. عندنا ماتش في الدوري يوم 12 على طول. Und dann gibt es natürlich wieder Pause mit der Nationalmannschaft. بعد كده في توقف دوري عشان المنتخبات. Und dann ist gut, ist wichtig, dass wir einfach auch ein paar Tage Pause haben. مهم ان احنا ناخد بعض الايام راحه عشان نقدر نقف على رجلينا تاني عشان ناخد نفسنا ونبدا نخش في معمعه جديده بضغوط جديده واللعيبه اللي مش هتروح مع المنتخبات انها تقدر تفصل عشان نقدر نكمل المشوار الجديد يجمعوا طاقه ليهم للماتشات الجايه والسفر الجديد والتحديات الجديده اللي احنا داخلين عليها. يا بدانكن اونس كان سايتس باين دانكن غاتوليان
كل الشكر والتقدير والتحيه لمستر كولر وكهربا. لقاء كان مهم جدا الحقيقه، لان الاحاديث الايام الماضيه كانت فيها صعوبه، ويمكن الناس يعني رفعت الموج كده زي ما بنقول بالنسبه لكهربا ومستر كولر. كل الامور دي في النادي الاهلي ممكن تاخد وقت بسيط جدا، ممكن تبقى شده ملعب ما ينفعش ان هي تتعظم بشكل كبير ونعمل مشكله اللاعب مع المدير الفني او مع الجهاز الفني ومفيش حاجه. عشان كده النهارده كان لقاء مهم جدا ان انت تحسم هذا الامر. مستر كولر الحقيقه بيحترم كل لعيبه النادي الاهلي، المجتهد واللي بيأدي في التدريبات على اكمل وجه بيكون له دور في المباريات. بنبارك من جديد لمستر كولر، بنبارك من جديد لكل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اعضاء مجلس الاداره، مجهود كبير جدا بذل عشان زي ما بنقول النادي الاهلي توج هنا في المملكه العربيه السعوديه بطل كاس مصر.